كثيرة. اللي تبع ده تبع ليه؟ عايز معجزة ولا عايز ياكل ولا عايز خبز ولا عايز يمشي ورا مسيح ولا عايز هيصة ولا عايز زف، عايز ايه؟ انما في ناس تبعت، في واحدة خطية راحت من تحت رجليه، ما همهاش كلام الناس، بس ما اهتمتش بالكلام ده. انا جاي اخد مغفورة لك خطاياكي، انا جاي عشان الكلمة دي. الناس تقول اللي تقوله، انا ما يهمنيش، انا ماشي ورا المسيح ليه؟ عشان يديني زيت وسم وسكر وعيش وفلوس؟ لا، السيد المسيح مش كده. السيد المسيح ممكن تمشي معاه تبقى انت في تجربة، وتمشي معاه تبقى في مرض، بس انت شاكر ومبسوط، انت شاكر وشايف ايد ربنا في كل تحركاتك. تقول يا رب ما ترفع التجربة وترفع المرض وترفع، يقول لك يا حبيبي تكفيك نعمتي، تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. هو ده السيد المسيح اللي انت ماشي معاه. اوعى تفتكر ان المسيح اللي ماشي معاه يخلي لك الدنيا وردي، ابدا. السيد المسيح اللي انت ماشي معاه هيخلي قلبك يبيع الدنيا دي ويكسب السماء. عشان كده ما يهمنيش في دقيقة، طب ما مصيرها تنتهي ونروح السماء كلنا. في مرض، في ألم، في تعب، ما الدنيا كده. اللي أرى بدري واللي عرف بدري مشي بدري مع المسيح. عشان كده معك لا أريد شيء على الأرض. الكلام ده قاله له أساف، إن أساف المرنم، أساف المرنم في مزمور 73 مرة قال له أنت رب أنت فين؟ في نص المزمور الأولاني بيقول له أنت فين؟ أنت هو أنت موجود يا رب؟ هو أنت بتخلي الغني غني قوي والفقير تعبان قوي لدرجة أنه مات؟ هو أنت عادل؟ وبعدين الكتاب يقول، أو المزمور يقول، دخل إلى الأقداس. لما دخل إلى الأقداس سمع صوت ربنا بيفتح فاه، ولما فتح فاه وكلمه عرف إن هو غلطان، وعرف إن هو مش عارف مشيئة ربنا. قال له معك لا أريد شيء على الأرض، صرت كبهيم من عندك. جرني يا رب زي ما أنت عايز، أنا مش هقول لك بتعمل كده ليه تاني. هو ده الإنسان اللي بيسمع، هو ده الإنسان اللي بيسمع صوت بولس الرسول النهاردة يقول إيه؟ بيقول له إحنا أهل بيت الله. بولس الرسول قال لنا كده، أنتم أهل بيت الله. طب أهل بيت الله عايشين إزاي؟ أهل بيت الله عايشين زي الله بتاعهم. إذا كنت من أهل بيت الله مش بره تبع الجموع اللي مشيت معاه، ما زي ما قلت الجموع مشيت كتير، إنما مش كلهم أهل بيت الله. اهل بيت الله النهاردة ماشي ازاي؟ وانت من اهل بيت الله ابوك علمك ايه؟ اول حاجة علمك الحب. اوعى تفتكر انك انت تقدر، اوعى تفتكر تقدر تصنع سلام مع حد وانت ما عندكش محبة. اوعى تفتكر ديت، اوعى تفتكر بالفهلوة انت كسبت اللي حواليك. لا، عايز تكسبهم خليك عندك محبة زي ابوك، خليك عندك محبة زي ابوك السماوي. فتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح. مسكنة الروح تجي ازاي الا بالحب؟ يا رب انت علمتهاني ووريتهاني درس عملي، شفتك وانت بتموت عشان على الصليب، شفتك وانا الغلطان، انا اللي استحق الموتة دي، دفعت تمني، انت اللي دفعت التمن، علمتني الحب. اجي عند اخويا النهاردة ومحبوش عشان ايه؟ ما الدنيا بتهون عليا، لان السيد المسيح قال لي النهاردة، قال لي النهاردة تعال حبيبي، ده انا عايز اتكلم معاك. طوبى للودعاء لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. هتتعزى في الارض حتى لو في تجربة، هتبقى مبسوط في الارض حتى لو في مشكلة، هتبقى فرحان وانت في الارض حتى لو في مصيبة فيها. لا تستغربوا البلوى، القديس بطرس قال لنا كده، لا تستغربوا البلوى الحادثة بينكم كأنما أصابكم أمر غريب. ما تستحدثوا، ما تخافوش منها، أصلها مش هتأثر فيكم، أصلها ما تقدرش تعمل فيكم حاجة. عايز تعيش حبيبي النهاردة الوصية ديت، ما ينفعش غير بالحب، ما ينفعش غير بالحب بس تقدر تعيش الوصية دي.
ولما انت من اهل بيت الله بعد ما بتحب يبقى عندك تواضع. التواضع ما يجيش غير بالصلاة. الصلاة اللي بتخليك متواضع، الصلاة اللي بتخليك تخش تتكلم مع ربنا تقول يا رب انا غلبان، انا مش عارف احبك، يا رب انا غلبان، الدنيا خدت فيا النهاردة ودت وعطت وانا ما عملتش حاجة، لم اصطاد شيء، الدنيا تعبتني كلها، يا رب انا نفسي اتكلم معاك، نفسي اقول لك انا موجوع يطبطب عليك، نفسه تقول له انا محزون ومكسور يقول لك ليه يا حبيبي، تعالى ارس السماء يرس الارض، يعني كل الناس تبقى حبايبك، كل الناس تبقى حبايبك، حتى اللي بيكرهك يخاف منك. زمان كان هيرودس يكره يوحنا جدا، يوحنا المعمدان، انما كان يهاب يوحنا جدا، يهابه رغم انه قطع راسه، بس كان يا هيرودس يهاب يوحنا. وانت مهاب لانك انت فيك المسيح جواك، فيك نور جواك، الناس مش عارفة جاي منين، يقول لك مسيحي، لا يا عم، منا ده ناس منورين، دول ناس عايشين لربنا، وما دام عايش لربنا ربنا سنده. عشان كده النهاردة ربنا بيقول لك عيش بالحب وعيش بالاتباع، عيش بالصلاة. واحنا بنعيد ونعيش ايام امنا العذراء الجميلة دي، صوم العذراء، العذراء كان فيها كل اللي قاله السيد المسيح ده، كل اللي قاله، مسكنة بالروح موجودة عند امنا العذراء. وداعا مفيش بعد كده، مفيش بعد كده، هوذا انا امة الرب، يقول لها الروح القدس يحل عليك، تقول له انا امة الرب، انت ام الله، تقول له انا امة الرب. طب امة الرب ازاي؟ اول حاجة عملتها بعد البشارة ده انت ام الله، تجري لوحدك بي عجوزة تروح تخدمها. ما هي دي الوداعة، ما هي دي الوداعة. هو انت عايز السماء ببلاش؟ هو انت عايز السماء حتى المحبة اللي بتاعت اخوك مش عارف تحبها؟ احنا واقفين لبعض ليه في المحاكم؟ لان ما عندناش سماء في قلبنا بصراحة. واقفين مع بعض ليه وكارهين بعض ليه؟ لان لسه المحبة ناقصة، ترمومتر المحبة جوانا ناقص جدا، ترمومتر الوداعة اللي فينا مش موجود، مكسور. عشان كده تيجي تقيس الوداعة تلاقي نفسك متكبر مش عارف تحب، وتيجي تقيس لنفسك المحبة تلاقيها ناقصة قوي، اصلك مش بتصلي، اصلك ما دخلتش المخادع وسمعت صوت ربنا. ربنا النهاردة بيقول لك تمثل، تمثل بي، تمثل بي. واذا ما عرفتش اسلك على اثار الغنم، تعال شوف امك العذراء عاشت ازاي، طول عمرها بسيطة، بنت يتيمة عايشة في الهيكل ومش لاقيين لها حد يرعاها، يودوها عند راجل كبير اسمه يوسف، الفرق بينهم 70-80 سنة، وتعيش مع الراجل الكبير ده، تخدمه زي جده، وتعيش تخدمه، وتجي لها البشارة في سن 13-14 سنة، وتجري تخدم اليصابات، وتروح عرس قلى الجليل تتشفع ليس لهم خمر، ونتشفع بيها في كل اوقاتنا. ليه؟ لانها اجتازت كل اللي قاله المسيح ده، طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. عايزين نعيش النهارده الكلام ده، عايزين نروح البيت نقرا متى 4، متى 4 و5 و6 و7، ونقرا ونتعلم سيد المسيح كلم مين وكلمهم ليه. ده كلمنا احنا، هو انا هاخد الكلام ده ان المسيح كلم التلاميذ؟ ده المسيح بكلمك انت، بقولك ما انت تلميذ النهاردة، ما انت اللي انا ارسلتك، بقولك خليك صوتي، وخليك انت الصورة بتاعتي، وخليك انت نور للعالم وملح للارض. ما انا بكلمك، الكلام مش للي فات، الكلام لينا. اوعى تفتكر ان الكلام ده ربنا كاتبه للناس، احنا الذي انتهت الينا اواخر الدهور. ربنا بيقول لك تعالى حبيبي، والا هتشوف السيد المسيح في شكل تاني. يوحنا الرائي كان، يوحنا الحبيب كان يتكئ على صدر المسيح في العشاء الرباني، بيتكئ على صدره، وجي في سفر الرؤيا قال ايه؟ لما شفته كده وقعت عند رجليه كميت. ايه اللي جرى لك؟ قال لا انا مش قده، اصلا انا فيها خطيه، عايز افوق، في حاجه مش صح، فوق منها.
قبل ما المنظر يبقى مخيف. مخيف هو الوقوع في يدي الله العادل. ربنا يدينا نعيش الوصية. ربنا يدينا نتشبه بصفات جميلة لأمنا العذراء ونعيش كما يحق لإنجيل المسيح. لله المجد من الآن وإلى الأبد. رشيد موقن وهام بشان مريصة ديتي سرين جميش جتس مروت سوخني يومي في المروت نجيب قطع